دورة سنبرا هذه هاجن كوتا هذه ما أنا كوتا وبرامج كني ألا بقى برتان إس دبليو تي في ا فلانقين السياسة دا أم فلانقين أرماها برشة عوا برامج كنو وفلانقين أرماها السياسة دا أنا كوفا لغاية دونه برشة سوان سلف لغاية دون وهذا واحد أنا كوفا لغاية دون دمانتين أرتدي برشة سوانا يقود جدود دونته كاسو عوا إيوان كنو وياهاي إيوان كنو وبرتان روبوبكا لوبوبكا كجرا مودش ياك مسؤول لوبوبكا مودش كجراي وحقو ولا بك عليه حليقي هراء أما دور حسن الشيخ محمود حليقي سي هراء أما وريقي سي هراء دور شدة دور شدة وما دحين كوات وكمر كوات وكل لغوص دورتي يا هذا مركو حلك حلك قدقي وحقو جين دول ده سو حاجة هري وحق لوبوبكا مثل مثل أي هري فور حمد أي هري إسرافور أحمدي أصور نقطة مر إسرافور أحمدي أي أصور نقطة هالكي بيكبر لعوض البوكي وهالكي كبر لعوضي هنتي دي شعب كسوة هذا كده عيسى بل ويك تضوات كستو غير أي سويرس مركب عن ربع عوبة إن أنا سكفيرن بل سدح لبقر الموت بمركان ده أنا اللي بيعني أغلى جيرنا عن فير شيء أنا قال بارتان أقسم يعني وحاس صوب هذا طلوا شيء labaa shay oo soo baxday tahay horta markii wad bobka dulka oo dadkii awooda dal ku lahaa ama suulan dawladda ama ku waliba kan daabka madaxweynaha ayaa bobkan iska ayaa bobkan wada ayuu boobay antidi guud ee dadka Soomaali lahayn ama han noqoto xirid dawlad ama noqoto dul warshadeed waxaan ogsoonahay dawladdi kaankii waxa ay jirtay inay dhuroolka danta guud loo adeegsan jiray heroinka ciidamada laga qaajiray dad Soomaaliyeed oo deegaanka dhulkiya dawladda la wareegi jirtay xira ciidana laga dhigi jiray dhulkiya dawladda la wareegi jirtay waxa laga dhigi jiray warshad dhulka saasa adarkaysa dawladda inta badan la wareegtahay adeeg bulshada oo wax loo qabto ay kasoo bixi jiray ama warshadaha ama to marti ishe maxan kor xir ciidan
أما وزارة دولتي هنقط دولك أصلاً أدرك يا سادس كناه دولدو دولك إيه كلام صدقين دولك دولدو دكنتو دول حركة استو دولدو لا أما حركة استو دولدو لا ذاي ودولدو دولية هذا بقى دولك هذا كلية هاي أو دولدو اللي وريكتي دولدو شرع قدر كوي يروح أو جاي هدي دولدو دول أي اللي وريكتي إيه كم عارنتو ده كله يدي بقول عيسى إلى أتمنى رصيصة دون هذه الدولة دي كم مرانتي لوكاسي ضد كلها هي ديب أوتوماتيك لولوري هذا وحاجر تمر دول كبرنا الدولة دول هاي الدولة دي هاي دولة كعانا أنت وداعا ورشدك سيمنجرتي حروي إذا كم كسيمنجرتي دولة دان مصيدي بأقبانتها ورتب لوكاسي بقول كي سديتن أما تضواتن أما بقول كي كنتم حليك را باهي دي سوايرتا ما هو دولد يلا ميسو ورشد يلا ميسو ودولد ورشد يلا سماهن دولد ودولد ورشد يلا سماهن وحالاقي يابا نولكي نولكي يابطي أليك برشو إنو يمادو أليك برشو ولاك سمين كراميلا غاركود لكن نولكي بدنا وطرد بدنا بغولكي وكنتم أمالي ما إنو دولد وباهنسو لكن تاس إيدو لك فإدي سارا مرك أيام حالكي هنا مسؤولة دولد إنه أو برايرة إنه بوابة أولكي هم تيدي قد أوكي ها بوابة لكن يا بوابة وحا بوابة كوح غارة وقود غارة كيس حفيسك دورد وحا كلها دانا جرسة دادكي وادد كم صماء مقدشة ديقن أفرميرا دي لو غبشة قيب كميديه وادد داد كسوق حي قوالا كسوق حي أما هذا سكب النيم دادكي وحا مركة وادد بركة عيالة dadki deeg waxay ka sameysteen xeerad dawladeed ay wax ka dhisteen laba jinkad meel kale laba jinkad waxa laga yaabaa inay ahayd xarun dawladeed nooc ay tahato waxa laga yaabaa xaruntaas inay kanta qof oo sidii hadda u geeyo dadka qoyska in soo barig doono kanta qoys ama 100 qoys ama 200 qoys oo jinkad ugu yaleen ay deganayeen dawladdi dhulka xataa haday u baahatay baahida u baahatay baahi al adayna ma aha waa wax qarsoon ma al adabin mooyk loo soo dhaacay tuu dadkii guriga laga baabeena waxaan rabaa dawladdu markii hore inay siyaasad la timaado ah inay dhulka sheegto markii hore ay sheegto dhulka u baahan tahay waxa laga sameeynaa ee qaxdo laakiin dadka loo qaxina dhulki wax suurtagal ma waxa kor taal dadkii laftooda oo ay laftooda isleysi dhulki oo mood inay ugu leeyihiin oo qab oo laftooda oo na fahamsan oo aanan taas markii waxay ku abuurtay ay laftooda masuuq ay ka qaban dawladda ay ka masuuqsiin in dadka la siiraayo ay dhulka isku dhajiya oo hataa hadii oasis la siiyay si ay u guuro oo adkaanaysa marka marxalada dhibaatooyin badan laga soo maraa waxaa keenaya maaratay iyadoo aan kalsooni wanaagsan lagu qabin oo laleeyahay dhulkaan ujeedo gaara laga leeyahay shaksiyaad gaara loo xiraa waan iska caddahay dee waayada waxyaabaasan ugu soo bartay waxaa kaloo haddana fadixaa dawladdii meesha ku saraysa dawladdii madaxweynihii qoyskiisa ayaa weerar ku jira bal aan dhegaysano maqaalkan cabashadan wii kasto waxaa qasab laba cabashaas u yiris cabashada bulshadeena waa wax aan laiska dhegatiri karamo balan dhegaysano cabashada u horeysa oo arkaysa hadaa dhegaysto runtii aad ka fahmaysaa dadkan soomaaliya marka dadkan soomaaliya laftooda inay aad moodaa laftooda inay dhulka siiyeen dawladda laakiin dawladda hadii dadka loogu shaqeynaa qofta waa qarceeba haddiiba ogtahay dhulka in dawladda dadka loogu shaqeynaa qofka waxaan aaminsanaa qof kastoo soomaaliyeed way qarceysa waxay leedahay allee radii dadka loogu adeega raalliyanku laakiin waxaa xaqaa inay dadku aaminsan yihiin ama ay hubaan ama ay 900 ay qabaan fikirkii qaban u yahay inaa dhulkan loogu adeegan dad soomaaliyeed laakiin dad gaara dhulkan loo banaynayo taasi waxaa ku tusaa dadka aragtidooda si wax u sheegayaan waxaan rabaa marka bal wax yar balkaad naga socotan waa swtv somaliland tv oo ah warbaahinta keliya ee horta waan warbaahinta arrimaha bulshada iyo falqeynta arrimaha bulshada ee arrimaha siyaasadda haddaba ku xirow somaliland tv waa tvgiina waa tvga bulshada soomaaliyeed haddaba cabashada dadkan aan dhegaysano xer sida ay aragtida u dhiibanayeen iyo sida ay walaac uga muujiyeen hanaanka xasan sheekh maxamuud iyo qoyskiisa sida ay ayagu tuumayaan aan dhegaysano waa nin lacag loo sheegay waa nin ayadu iyo nin kale ayaa harboodahay waa nin lacag loo sheegay waa nin ayadu soo wakiilato macalimahdi
يا نكلا يا علي يوسف وادك اللي بعتها الله يا نعتا وادم هذا كوده حتى الشيخ محمود ودو وينه وكوتشلا ما له والبا إن الشعب قال هذا ما له بركة هنا هنا لو رماهن إن حقف أن جلست أسكرون قط مطه تباك عريسة كان عنك هو ذا ترى إلهي أنا كبغ هاي أيام نقص ما يصي وين حسن الشيخ محمود أنا لقب إسلام تيسة لباتلا هنا لكداية شعب كيسة يبرك هنا أنا لا نحن الصومال وهو يجني ذا الشعب أو كعبنا يا إن ساكا عيد ماذا دوريد الصومال يا الرصاص يا عقف كل شيء هيريستين يدو بنيه دي عقف خاصة لبقيه sida ino sheegeen dhibaatadan ayaa muddo dheer ay dadkan ku jireen waa xaafada loo yaqaan daawada ee agagaarka X control F gooye hooyooyin la hadlay ayaa noo sheegay in dad mas'uuliyiin ah oo ay ka mid tahay xaaska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir ciidanka booliska ee gobolka Banaadir ay mas'uul ka yihiin barakacinta dadka shacabka ah lagu hayo oo sheegay in aan waxba loo xirin diin aan la siinin sidoo kale guryahoodii dhulka lala siinay iyadoo aan wax weesisa la siin eedan eed lamida dhowr mar hor u dhacday in dadka ayadoo la wargelin guryahood ciidda lala siin warkaan waa soo noqday warkaan ma jira ma soo war been abuura ilaahay baa yaqaan laakiin warkaan waa soo noqday warkaan boqol mar leeyahay ayadoo la ogeysiiraan la burburiyey waa arrin halis ah waa dambi waa dambi qaran dambi waa afar qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee nala hadlay ee ka cabanaya mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ay sheegay inay ka mid tahay xaaska madaxweynaha oo sida ay noo cadeeyeen ay dadka ciidanka ee burburinta wada ay ku sheegayaan markay ay miidiyaan cadda soo amartay in xaaska madaxweynaha uu amarkan ka socdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay farrinta dhigeen iyo madaxweyne aruu ku toogo ma ilaahay raa oo male wax la tuugo ilaahay baale وأنا عريس نهاي لحدن بان كراه ما تاقور اي دحتال انا قادك كران هاي سداد سا حلق اللي قدار تقون كسو اتشاد فرحاد دادا حلق اديك الاياد نويررتاي وحاسا وح معقولة ماهان نوين باتا هاي مدح وينا تشيغان ايسا وات شيغان ايسا وات لادا واتاي مكو داي انيك بركي نن مدح وينا داد في سرايت كا إنه يراد دا يعني هردوني المكلا عرية عيالكو نقع عرين حين لو رماهن إن حقف أن جلست أسكر نقول تمطه تباك عريسة كان عنك هو ذا ترى إلهي أن كبغ هاي أيام نقول سما يسي إلهي نو أوكوت هذا رب عس وجل وحكاده ما شان نبك يلا وحب بورنا وذر كيسة يعني بناكم ما نبيه كرنا حرم أنهن أنا وقف سومالي أح وعدوا هذا قبل هذا ده يعني ضد ميل دين هلا صاف ترى warma waxaad naaf jaraysaa wiilkaygii baad qaaday walaalkay baad qaaday ninkaygii baad qaaday yacni inaad baraakadii dhulka serviceka daawada oo aan deganayn ood raggaygii qaaday oo wax saaka iraraya aysan jirin oona gaari haysan oona lacag haysan inaadna weerartid ayaad go-aan ku gaartay rabbi casa wajalle asagan wax loo tilmaamin rabbi ma hurdoodo wax looma tilmaamo rabbi waxa kaa qabto xasan شيخ محمود انا واخا ويه حاسكاغ واخا شيخ مايه مداله ادم هيا وولن امري اداك مقدشه ما فهمتي ربي واخا كا دور ربي كرسي با كو هادليا ما استاغي كرو بودوين كاي غون ربي واخان كتو ربي واخا كا دو ساس ما ما هلا بابا والله افتو حا ماش انكارا كا دحدي عقوبا كا دحدي وهدي ايسي وشيغي سويداس تهي وخي كولاد نينكيغا مقن معنا waxa ka fahmay dadkan qoyska danyarta inuu u badeeyeen meesha in kaara ka socota dadkii waxay u soo bedeleen inay kaartaan waxa keenay marka adig awood weeso wax ka qaba is jirin awooda iska celi kartaa is jirin haddii inaan in kaartanto waxa dhayn bis banaanbax lagu in kaartaa inay soo sameeyaan reemusin subaxan banaanbax ay ku in kaarayaan ilaahay hanaay qabto ilaawadan ku dacwoon inay tiiraan soo baxaan bisa u dhiman wax kar u dhiman mala taas bal waxa imaan doontaa sad arkiisa waxa imaan doontaa maaratay isha inay dadku inta soo banaanbaxaan u banaanbaxaan inkaarku ayuu inkaaray xasashe asiga iyo qoyskiisa inkaar ay ku ridaa inay soo baxaan taasan sugeyna waxa arkeena waa dacwo tii ugu weyneed meel laga dacwoodo ilaahay ugu weyn meesh ugu weyn qofta dacwadaasu haddana iyo mid kale hadana jirto ummaddan iyagoo saas u sheegana ayaa waxaa laga yaabaa bal ogaada ummaddu waxa waa xaalkeed ilaahay laakiin haddana marka qaarkood waxay yiraahdeen axmedow meel kasta isku aragti waa isku hadal waa
مدولدا سياس دوتا هاو شيغن بربري في دكا مدد موضوع صومالية هاوغي ليهم هادا سكالا دايسي بلغي دجانين ودولدا لوكا سكالا بلغي دجانين ابانا بلغي دجان حتى هادي لوكي عوشدي اسبيما اتكرت وشدي داود ادبو سعنس حاسش حق ومالهم ينطق انت بربريو بو مارتا هبين مدو بلطو سوقاتو ارقاك كرويدو وادم بقر وادم وادم بمشي باكر دوقو مغالا كودن بابي ان كارتا سرنا حقيقاتي مدحوينيه ان كارتا سقاتي فرق كوش كروتي دات كانوا وهداي سيد او شيغاي ايتو ايدون لوغيسين لوور غيرين لوغيسين لوور غيرين بلطو ستل غشاي المودي لبول بل سهل ادغانيسين هذا كان مركز تأجر دقابلة دوميرة طوق مجاردون حيرة ده وور جريني وحرمنا بروح على صوت كده هدي وحيرة عينه بل هدا ده كل تبورس بابيس جوجين ميسيني طوق مجارو ملقا هليكرا أديكم ما حصل ملقا هليكرا أنا بالكور أما لا بالكور أنت ذنب بورين اسمه لي ما هذا مسؤولين أصادرته مسؤول أصادرته ورقد وين بار وين ماشي لو دجيو تي في ويرتو اترا هذا هي ماشي عصبي موي ماشي ما صرت هبلاي وا دسمي هبلبل ماشي ما ورشدي مارتا ساسهي ماشي ما حردي ساسهي هدي ان بير غديود لا بير غديود لا بير غديود ان لا بخين مانك اني ما نو كو ادن مان هبلاي تار هبلايو ساعدو مركي ساستا بلدو سران كينا وح الله وح ماشي صارن وا بربرنا الله إله وحنا نقارنها الدولة وحي تري فلوسها نقارنها وحنا نقارنها الدولة حي كسر نمك مقطع نقارنها أنا عاود دان أنا دوق مجاله أنا الجريها دولة كأن كجار إن علينا سكست أما عمدان بالغيسة بنقطه كلية بالغه الروميسين وهو دولة نوكي وين نوكي ومعنى هذه المين حتى وحافع إن نام برسيجر كحقة أن كمره وحافع عن موته شرعي جمر مسؤول داتا شرعي انا بروسو وكلت شرعي وبرونيسا انا بروسو حكا فيعن انا حوجا جبيسو انا اسك دم جبيسو انا حوجا وحير جبيسو حدا دا وحير حدي اد هرتو انا وحير قلع شرعي حدا دا قلع كير حوجا اد جبسطو لكن شرعي انا جبيره دا تيرا وورير وا ولو كلت يا مش مركا وان جلالا انا عاوا برامج كيو ديرت سرته وحاوي بل طوق مغارد واي دغيسنين مدارو بل قول اداد ميل بل جبينيس بل هذا سوء هذا تذكر أن هذا بدن يكون كيرنه وعارنا مالك كور ما بالكور لا بالكور مدة أقواتها وأنا تذكر صبرت وانا مدة كم يراكرتو ده انت هسه سنة ميري الدجاجين هذا ترى ولا جرة مدة أقوانا سا كم يراكرتو لا بلو كم يراكرتو وأنا لحدا مع الموت للسيال يرا لحدا مع الموت ما أنت لحدا إيكوات باسم هبل جرو هبل وشدة داودة أسبيما لواب الكذب تارو حتى رادي كباف رادي كسيدة ما أنا كاست تكلفت أطق ماش حرمت المسؤول أدر أجلس ماش أدر متكمدة ماش هكال هلا تدوينا هلا الله أي رادو ماش وحقوني من ما أنت كديجان كتير أوكي سود واد قدومي قبل كل قدر سو جوي ما أنت وحكدة لواب الكذب ما أنا كأي تاي وحن سكسون قدونا أي كذب طلعتا يكو مالنا ما أنا كسوريتو بل دوسر أنا وطأي إيمان دونا حد ألابتين قريهين قلبكين كررت أما ميل جيست أما دوغا داد نوسي أما هالسينة داد دونتين ساعة تاني دانتا ساعة تاني أنت بل دوسر أصوغة أتقلنيس أي دانتا مالك عقوبة بتقلي دونتاه أو دم شرعي بتجبيني سين شرعي توسى أو جبينة بلشي دم بقلي سين مسولينة تنوكي أتكاقاديني سين وبوبي سين لكن هدنا عميرو حتى مركي بالوحاسي ساب فرصه اولى امريكا شرب اصيغ وحاول جاب امريكا ان لعتي سوير لو له هذا الامريكي بس دوسرت جرسو جيجيبس نيكا خاص كودرت ادا بوس كره الا تيزن جيجيبي والله عقوبتي سينا اي سو داهين عقوبتي سو ما داهين سو كاس مساكين تاع اديرس بالقبا كو جوغا ماشي لكن عقوبه 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 لا قاده وحد اديك ما رتا ديدت ساسو كره وخا لا وناسي مركو عندي لا مسؤولين تا غوبلك هبلان كا دوق ميسين نيام دولي كو دهي وانا راعسين نيام كا دياك كو دوق ميسين نيام دولات اني لو ما باه كاري وا لو باه كاري دودس عاو ما وهايو وانا هيا حبكا اولو دقميسين بلشده سومااليت اي مواطنيت سومااليت
الدجن يتكرسون دولك أي سنة يجو حق ولا هين حق أمر هذاك لكن حق بيقول لين إن أنا أنت دولت مرك على مرك دولت أنت باهنيس إن الدجن هذا وعلى جاب صد صار إنه جرو نك كده شمشاس أصير بقول فهم سنة نام دوري أبينا ماشوا وقعد إنت على جاب أيدي المكروش صد عنو جيست تبنجريا عنو قد رأي تبنجريا أبي وما يقام بأ أبي بلبسة مش كل شيء حردي فيري أبي حرد كل شيء أبي ما هو إذا كل رتي أيضا لما كسر شيء طبعا شن عيار تضوع عيار كسر شيء أيضا يا الله أسقى يا بن كده شيء دلنا كه يا بن مرك وما تساس سوى حلقة نكرها بعدك الشرع ما يقانا أدي كل الشرع أقول أنت تسكر دفتين جهل ما تسكر دفتين ودول فهم أنت دول تسكر دفتين موادك وحق ودولي وحيته waa hadda la siinay dulina si sod meel uu guuro aad si sax ah u gaadikii saxta alaabtiisa geed aad ku rarto ayu xaq u leeyahay dib u dejin hadana meeshii uu deego lacagtu ku dhisanayaa xaq u leeyahay inuu helo oo guriga aad ka dumis inuu lacagtu ku dhisan lahaa inaad si sax ah u leeyahay adoon intaba yeelaynin inaad hadana adigu aad ugu darto inaad tiraahdo caaw asigoo jeefa aad kan tarbiil aad geliso والله هذا الجفاف نكنت ربيل وقلده أنا ما نكل وقليه عقوبتك قادسة وروح أس عقوبة لا ذا هاي موادك سواني الحق وليه ده كان وقصون عفيان صد سنة قصون عفيان درا لكن أنا أديك في رص صد سنة دكان حتى أم بعده حتى هيك يقول عقف عن كلنا ورأوس شيء شد إسكناف ورلا كيابه كل أنا مسؤولين حسابته حسابين إنسان كمن هاي دولكاس الله وركتين dowladda dambo timaadna waa la xisaabtami doonta waxaad ku sameysaan waa waxa ku xisaabtami doona hadaad mood hadaad isleeda shakhs ka sii iibi dad kale kontarad ku sii kula dowlad baa ka hadda masuul ugu xisaabtami doonaan balse waxaan rabnaa dadkan halayn umada masakiinta oo aydu baa qax ku dhalatay oo sodon ka sano meesha degeen ama laa ka sano degeen ama toban ka sano degeen dad masakiin way ay waxaan rabaa inaan si asluubaysan oo dowladaysan nidaam dowladaysan looga rarameesha la wargeliyaa annaguna shaki baana la geliyey bal adigu markaad dadkan wargelinaysiin idaacadaha hataa dadkan idaacadama inta badan maba dhegaystaan day rabaan dad maalad cagtaa maal waaye xaruntooda taga tusaale ahaan hadda warshadda baastada caawa la rabaa in la rabo in maar dadka degan laga raro warshadda baastada tag dadkii la hadal u sheeg warqadda derbiga ku dheji tv-yada u yeero tv qaranku u yeer maanta lixda maalmood kadib meeshan waxaa imaan doonaan kantarabiil afkiisu furanyahay waxa cid u keebaysanana maalku waa burburnayna ku talagala in la yihaahdo weliba haddana lafteeda lixdan kaas maalmood maalinka lixdan iyo kow ee tahay in imaanayna laakiin ka hor maalin ka hor ama laba maalmood ka hor ama saddex maalmood ka hor xataa in loo soo diro la yihaahye waa soo socona ogaadaya haye maxaa yaa dhiman meeshan war hebel adaa dhiman miyaa war adi goormaad guriga aad karare aad gurigaad ka fuqsay meesha shambir kadib waa ka fuqsaa baraaw waa fiicanta shambiri suurgal maano saddex laabiri aa ka dhiman maalmihi maalintii aan qaban biri karar kararo saas la yihaahdo dadka la wargeliyo dadkii oo markaas dowladnimada ku qanacsan aaba iska guura aduu maa hadda feeri marka adigu kantarbiil geliis ma guriga dejinay ruuxaas dowladnimomaana imayo dowlad ma taqaaniin dadka masaakiinta ku tubanin cuqubayn le dadka masaakiinta ku tubanaysiin nidaamkaasu nidaam wax tumasho waaye waana ka awood roonaa waaye awood roon dhaaf balaan sii dhegaysana bal shacabka soomaali balaan sii dhegaysana cabashada dadka laakiin aadi wallahi ugu bootay kantarbiilkan dadka lala xiima jaahilnimada dowladaan tar mas-uulaa taalantali gobolka banaadira madaxweyne iyo madaxweyne laftiisa jaahila wax ummad wada jaahiliin wa war dadka dhaafaya xuquuqda dadka ilaaliya imaanka alleh ka qaaday mandhihi kare madaxweyne marastaad maxaad la boobaa madaxweyne yaa xukumaysaa haddee marwadaada saaro hadday caradi boobayso oo dhulkii boobayso oo shacabkii dhacayso oo iyadii ganacsata isgarab soo ordayaan madaxweyne ilaahay ka cabso dadkaa u tirinaysaa naaye madaxweyne labadii ku toban iyo lixdiiyaana la jijabiye naagtaada noo soo horseeday markii falmaajo qabsadana waan ku soo laabanay madaxweyne dhicidaasoo taagid soo noqoshadaadi waan ku faraxnay madaxweyne haddana waan ka nacsanahay madaxweyne markii horaana la rari bay tiri waagii farmaajo markuu biyaana la dhaafay tiri warniyahow ilaan meeshu qabyaan maqli jiray ilaan qabyadii yaab runaba qabyadii la sheegay xasan shab qabyaa wuxuu ahay ayadoo lale qabyadii runaya waxaan u maleeya tan inuu sodhamaysan dooninba tan inuu sodhamaysan doonin asaaba isqabiyeyba hadduuba dadka masaakiinta ilmadowda
gabadha hadda waa sudan jir waa ilmadowa ilmadowdaasi in kaartu ka qaadan am kulata inay meel kulata inay dadka masaakiinta dadka ugu daran waa dadka masaakiinta maar sinac diliyeenta maar saqiirka dadkan maarat ii sheegay dadan xataa aan heli karin ayaa ku jira fiir waxaa lili maarat waxaan maqli jiray maarat ii sheeg maxaan ku reedaa labada saas aan hadlin waa inkaar ma maqli jasan waa dadkan marasta oo masaakiinta aan hadli karin ilmaha yararka iyo xoolaha iyo lagama inkaarsado iyo haweenka cuquba laga qaadaa cuqub waa qaatay xasan sheekh maxamuud naagtaada iyo ganacsatada naga qabo naagtaada naga qabo madaxweyne hadduu weynuhu wax kuu jeeda maalulba shacabkaagu inuu hadba meel ka dhawaaqo annaga waxaan degannahay serfiskii dhulkii daawadaan degannahay dhul shacab ma deganin shacabkaagi baa nahay markii dhulkii dowladdu ay u baahatana dowladdu dadkeeda dhul bay siisaa oo dib u dejin ay ku subisaa madaxweyne ilaahay inta ka cabsatid oo rasuulka iska cabsatid adduunyada iyo adduuniya aakhira oo kala badan madaxweyne naagtaada naga qabo sabcadaray kugu tahay madaxxime duqa magaalada naga qabo duqa magaalada guddoomiyaha gobolka madaale naga qabo naga qabo dadkaa dhulboobka shacabka ku hayo maxmada madaxweynaha inay ka dambaysay idinla wadaagaadi hadda koor bay na dumisay dowladdan kuwa jawinaya dowlad waxaana soo xukunta naagta xata sheekh maxamuud loo soo xukuma dhulka guddoomiyaha gobolka hoos socdo cali yuusuf baa hoos socda cali yuusuf ninka la yidhaahdo wuu hoos socda isagaa horboodaayo waa nin lacag loo sheegay waa nin iyaduu soo wakiilato macalimahdi iyo ninka la yidhahdo cali yuusuf waa dadka dhibaatada lagu hayo naagtaadu ay dabada ka wado xasan sheekh maxamuud oo adduun weynu waa kuu jeedaa maalin walba ina shacabkaaga haba meel laga barakicinaayo yaa xukumaysaa madaxweyne dadkii ku jeclaa ku gurgaantumayana yaa xukumaysaa madaxweyne naagtaada samacdara kugu wadana madaxweyne ilaahay ka cabso waa ku ognahay gal mudug baa jirtaa madaxweyne naagtaada iyo duqa magaalada la soo hadan naga qabo samcadaray kugu tahay samcadaray kugu tahay maanta waa adduu berina waa aakhiro xisaabteeda madaxweyne adaa lagu weydiinaa adaa lagu weydiinaa taas madaxweyne guddoomiyaha duqa magaalada naga qabo naagtaadeeda naga qabo sahro marwadaada koowaad naga qabo sahro labadii kun toban iyo lix iyadu dumisay maantana waa nagu soo noqotay cali yuusuf ninkan leeyahay ayay usoo wakiishawallaahi waxaa waaye ceeb waxaba noogu filan baa marka kuuri saare intaan maqlayn madaxweynu naagtahaad naga qabo madaxweynu naagtahaad naga qabo madaxweynu naagtahaad na war tan xaggee ka timid war tan war dhibaatada mushkiladaa soomaali taal ceeb looma dhintaa ma jir bismillaahi raxmaan qabriyo ceebeed lama arka la dhihi jiray qabriyo ceebe tan qabriyo ceebeedi keenayba madaxweynu naagtahaad naga qabo madaxweynu naagtahaad naga qabo laa ilaaha illallah maxamed rasuul war ceebu looma dhinto laa ilaha ilaahayo odaa jiro jiliil qof duulnimadii dhammeedba ka doortaba inuu bulshada dadka u liitay u dhibaateeyo wallahi aadan ugu xumaa waa ka xumahay waana wax laga xumaado laakiin madaxweyne naagtaada iga qabo inay iisoo yeeros ma maleynay laakiin waa ka xun waa waxaa la yidhi nin adduun joogow maxaa aragtay kuu laal halkaad nagala socotaan s w t v somal wadan t v waa barnaamijkiinii waa barnaamijkiinii waa barnaamij dhulboobka ka jira muqdisho iyo ka mas-uula barnaamijkiin caawa qodobkaas aan ku falan wuxuu doona wicitaankana waa idin furayahay annagoo insha allah qof walba aragtideeda isay isay ula muuqato kusoo dhaweynna mar kale halkani waa s w t v somal wadan t v waa warbaahinta xorta ah waa warbaahinta bulshada waa warbaahinta keliya ee xorta ee aragtida bulshada si toos usoo gudbisa waa warbaahinta u adeegta adeega aragtida bulshada soo gudbisa si toosa waana warbaahinta keliya oo fikirka xorta ah si toosa loogu soo dhiibto iyadoona gambaasho lahayn si toosa oo life barnaamijku haddaba ku xiriir somaali wadan t v oo idinleh mar walba ka qayb noqo inaad barnaamijyadaada qayb ka noqoto bal ka qayb gala horey halow asalaamu calaykum calaykum asalaam saaxib magacaad halkaa joogta saaxib waxaa joogaa nairobi baan joogaa saaxib magacaad adoo mahadsan magacayga waxaa la yidhaha shariif axmed waxaan joogaa nairobi shariifow waxay caawa waad aragtaa saaxiibow cabashadii bulshada wiig kasta toddobaad kasta waxaa arkaysaa labo saddex dhacdo oo ah dhulboob ah hay arrinkaas dowladdan markay timid iyo dhulkii alla isku dira alle ayaa isku dira iyo shaydaan isku dira shaydaana isku dira marka waxaan ka rabaa bal maxay kula tahay maxaa isdhi leedahay dhulboobkan muqdisho ka socdaa oo xadka aan lahayn horta
marka hore waxaan salaamayaa dhamaan howlwadeenada Somali TV iyo Ahmed iyo adigii waad salaamayaa.